ما كانوا حلفائنا على قد التحديات بما يخص عملية بناء الدولة. ضيف اليوم بيكون أسعد حدا بوصول ألاعون لرئاسة الجمهورية، وأسعد أسعد لما يتعرف عنه أنه نايب عوني، ولكن على الهوية أسعد درغام. أهلا وسهلا فيك بهدف سياسي. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. رح تسجل علي هدف سياسي؟ يعني رح حاول. ما مبين عنك أول شيء الرقم 10، يعني هو خوفني شوي. ميسي. ايه، وانا لا مع 10 من مارادونا وكين زيكو وكثير من النجوم. بقى هلا اول شيء انت خرد علي حرب، خط علي حرب نفسيه، بس يلا ان شاء الله نقدر ما نتاثر بهيدي الحرب النفسيه واقدر اغلبك. اعتبرني قواتي وقطع عني وسجل علي. مع مين كنت بالمونديال؟ بالمونديال انا عطول مع البرازيل. ايوه عرفت، لبست لك الارجنتين اصلا. ما انا عطول مع البرازيل. اليوم لو انتقلت على فريق القوات اللبنانيه وحطوك المدرب، شو اول قرار بتغيره او بتاخده؟ اول قرار، ايوه قرار قوي هيدا، انا بقول تشيل دكتور سمير جعجع من الحزب. ها 1-0. اول واحد ما قلت لي شو القرار اللي عبالك تغيره لو كنت انت رئيس القوات اللبنانية؟ يعني اول شيء الشعارات بخففها شوي وبشتغل شوية افعال. ولكن ما بتعتقد انه كمان طيار عمل شعارات ما كان قدها كمان؟ لا، مثل ما القوات عملوا شعارات، شعارات نحن بدنا وفينا وما كانوا قدها. ولك يا عمي الشعارات ما كان دولار 30 صار 80 اذا قربوا الانتخابات. انا فوت حالي. هيدي الله يساعدك على حالك، قول بنفسك. اسعد درغام، لو اليوم انت ثقبت رئيس تيار الوطن الحر وبايدك فيك تغير التكتيك وترد بين زياد اسود وماريو عون، هل كنت بتردهم وبترجعهم على فريقهم القديم؟ يعني كنت بحاول اكيد. حاول تدافع. حاول اكيد لانه رفاق و مؤسسين بالطيار. حاول أكيد. اكيد برايك بتعرف اللاعب بشكل عام لما ما ينفذ قرارات المدرب بيقعدوا على البنش شوي تي انه يقول له بس بيرجع بيلعب. ولكن بالنسبه لك النايب والوزير السابق ياسر صعب. ايه نعم، صار تقريبا 3 مرات منتخب زياد بارود. ايه، وباخر مقابله قال لانه معنا مرشح، وباخر مقابله قال هو انه ما عنده مشكله ينتخب سلمان فرنجيه. لا، هل انت هو قال مع انه يتقعد على البنش؟ لا ابدا. ليش الوزير وصعب قال انه اذا كان 64 نايب وقال عم ميشيل معوض هيك هالشيء، يعني قال عم ميشيل معوض صحيح، ولكن اذا التيار رح ينتخبه هو ملتزم بقرارات التيار، وقال ساعتها بده ينسحب. قال هو عن الوزير هيك هو الحلو. ولكن انا اذا بدي اكون منتسب لتيار سياسي معين مش لازم التزم بكل جميع قراراته؟ ما في انفرد، يعني ما في في اعطي رايي بس ما في انا كون عكسه. ما في عنا مرشح، يعني ما في. هو بعدين عم قال الاطار اللي قال فيه الاطار اللي قال فيه انه اذا 64 نايب وناقصه حدا انه هو بيصوت له، بس مش بي ايوه بس والله عليك اربع صرت مش باطار، مش بالاطار تبع ال. طب بالنسبه لك قرار حزب الله بعدم ترشيح جبران باسيل لرئاسة الجمهورية هو حركة أوفسايد؟ أصلا جبران باسيل الوزير باسيل ما حدا اللي هو اللي بيرشح حاله، يعني هيدي. ولكن مش هو اللي إذا حزب الله اليوم رشح جبران باسيل قديش بده يعلى حظوظه؟ كما فعلوا مع ميشيل عون سابقا، الجنرال ميشيل، يعني عون. بس كان ميشيل عون هو كان مرشح. ولكن جبران باسيل كمان نسبة ل اسم الله عليك نسبة للتكتل اللي هو رئيسه منه هين، يعني مرشح شرعي وطبيعي. بس هو التيار بطبيعة الحال الوزير باسيل هو قال عن حاله
انه هو غير مرشح، يعني هو منطار حدا. اهو اذا باليوم بدي اقول لك تعطيني اسم نايب من داخل التيار الوطني الحر غير جبران باسيل وترشحه لرئاسه الجمهوريه، مين بيكون؟ وتروت وتخليه يرفع كاس البطوله من داخل التيار غير جبران باسيل، غير الوزير جبران باسيل، تقول له خود هيدي بطوله الرئاسه بين ايديك. في عنا كوادر كثير، يعني على عون. ايه على عون اكيد. ألا. بس ما بيزعل الوزير جبران باسيل؟ الان ابراهيم بيزعل منك الان. لا انت عم بتقول اذا. طيب اذا كلمه ولكن... اذا غير الوزير باسيل. اذا الوزير باسيل بده يرشح، يعني هذا قرار تيار. واذا انا بس انا برايك ما بيكون زعلان؟ لا ما بيزعل، اذا في عنده امل بالوصول ما بيزعل. اها قد ايه صرنا هلا؟ صرنا بعدك سبقني 5-4. اليوم بالفوتبول قبل كل ماتش بتعرف اللعيبه بتسلم على بعضها. ايه اكيد. اليوم عم تلعب ضد الدكتور سمير جعجع، هل بتقفيه ام بتسلم عليه وبتشد على ايده وبتوشوشه وبتقول له بدك مليون ثاني لتعرف نحن مين؟ والله لا اكيد. ولا بتقول له اكيد بسلم، اكيد بسلم عليه وبقول له تعا البلد، البلد بحاجه، تعا ننسى ونعمل معراب اثنين بحاجه لنا كلياتنا، مش ضروري معراب اثنين، مش ضروري معراب اثنين، ولكن البلد بده بحاجه للكل. ايوه ما بتحس انه بحاجه يرجعوا يلتفوا المسيحيه على بعض تينقوا رئيس بيمثل الشرعيه المسيحيه؟ اكيد اكيد. هي اون جول، اول مره بسجل بحالي. اكيد. اليوم كيف بتواجه هلا اذا حدا حضر الحلقه؟ بسم الله عليك. اليوم اذا حدا حضر الحلقه ايه وحط كومنت ايه حضرتك نايب بالطيار او بالعهد بالاحرى طيار ويا ما سجلته اهداف على الشعب، شو بترد عليه؟ سجلنا اهداف على الشعب. في عندك وجهه نظر بالبلد بتقول انه كل حدا كان بالسلطه ما تنسالي تحكي وحده وزدته. في عندك قسم من الشعب اللبناني بيقول انه كل حدا كان بالحكم هو مشارك واساسي. كلياتنا متحمل مسؤولية، كلياتنا الكل بيتحمل مسؤولية ولكن متفاوتة. كل بيتحمل مسؤولية بالبلد، كل بيتحمل مسؤول، كل ما حدا قصر، ما حدا قصر بالبلد، الكل بيتحمل مسؤولية. نحن متحمل على قدر مشاركتنا، ولكن رئيس الجمهورية وكان على قدر نيابية وحلفاء حزب الله وحركة أمل مش على قدر مشاركتنا، على قدر على قدر مشاركتنا بالكره. يلا اعطيني اياها، قل لي انه نحن بنتحمل جزء من مش حلفائكم، هن قبل خصوم حلفائنا منعوكم، حطوا هالحاجز قدام التيار الوطني الحر انه يعمل اصلاح ويعمل تغيير. ايه اكيد. نحن هيدي نحن قلنا وكان عندنا الجرأه نقولها انه ما كانوا حلفائنا على قد التحديات بما يخص عمليه بناء الدوله وبناء المؤسسات. برأيك تغريدة النايب جبران باسيل من كم يوم على انه تناول فيها الشيخ بشير جميل هي مش حركة؟ ما القصد بشير مش حركة هدف بنفسه؟ بشير جميل رئيس، ولكن وقت يقول دبابة إسرائيلية الرئيس بشير جميل، ولكن وقت يقول دبابة إسرائيلية مين بيكون بشير جميل؟ هو رمز وهو ما حدا بيقدر ولكن مين كان قاصد الدبابة الإسرائيلية؟ هو عم بيقول انه يعني طريقة، ولكن كلنا بنعرف كمان انه الجنرال ميشيل عون كان منسق صديقه ومنسق الاول هو والشيخ والرئيس الشهيد بشير جميل. هل مش برأيك حتى هالتويت كرمال يقول لهم لحزب الله ما تخيلكم بلا ما نطلق وخلينا سوا؟ لا أبداً. إنه أبداً هي أبداً نسبة أبداً. إنه إرضاء حزب الله أبداً. أوه وهيك بتكون ربحتك. ربحت لا تعادل بعد عنا جول. يلا. تعادل على الأد على الأد متركة تعادل. يلا بكون أول حلقة بتخلص تعادل. يلا
اوكي خلينا نخليها تعادل، خليها تعادل. يلا انا بدي اقول لك مبروك لك ومبروك لي. شكرا ان شاء الله لك. يعني تعادل بالطابه بس غلبتني، ولكن قدرت خليتني فوت باللعبه وانسجم باللعبه وخد بعض المواقف اللي بدك اياها. مبروك لك. وانا خفان هلا بمواقفك، يوم بدي اقول لك الوزير جبران بسيلي يقول لك يا اسعد شو عملت فيه. ابدا ليش، شو اللي بس تكون متصالح مع حالك وبتحكي انا ما بتخاف يصير فيك مثل زياد وماريو وحكم الدين. انا بعرف شو كيف الالتزام السياسي، وبعرف كيف انت تقدر تقول اللي لازم تقوله وين لازم تقوله. وهيدا مساحة التباين بوجهات النظر داخل الحزب هي لازم تكون داخل الحزب، وتقول رأيك وتفرغ كل شيء بأفكارك داخل اجتماعاتك، ولكن لما بتطلع لبرا انت لازم تكون العسكري اللي بيقدر بيدافع عن هذا الحزب وبيقدر يحميه من اي لو انه خدشي صغيري. حقك تدافع جوا، حقك تعطي رأيك، حقك تقول اللي بدك اياه، بس ابدا مش حقك تطلع تحكي برا بالاعلام عن حزبك. ما هو خفانين داخليا يعني بدي اقول لك وقت اللي بيحكيني جوا بيحكيني. ما جوا صار في عندك مناصرين شي مع شي ضد؟ لا ما في، كلياتنا بنحكي رأينا، وفي عنا مناصر واحد، عنا تيار واحد، وعنا تكتل واحد. الكل اللي بيحكي رأيه، وهيدا اللي بيفرقنا عن غيرنا. ولا شوف اللزوم لاجتماعاتنا وشوف اللزوم لنقاشنا؟ ما نحن منتناقش حتى كل واحد يعطي رأيه، وهيدا الشيء الطبيعي. اوقات كتير رأي بيكون يختلف عن بعض رأي الزملاء، او الزملاء يختلف رأيهم مع رأي رئيس الحزب، ولكن بالنتيجة منوصل كلياتنا لخلاصة منتفق عليها كلها سوا ومنطلع بموقف موحد. انا بعتبر هيدا الشيء الصحيح اللي عم بيصير ولازم يصير، وتنتقل هالعدوى بالنقاش لكافة الأحزاب. وانا بدي اقول لك ميرسي لك، واحلى تعادل هيدا. يعني تشوف الحلقة سبيشل انه متعادلين. لا ربحت علي انت. شكرا لك. ميرسي لك.